الله يعطيك العافية شباب. خلينا نكمل بالموضوع اللي بدينا فيه المرة الماضية اللي هو Simple Linear Regression، وخلينا نحل مثال. المحاضرة الماضية احنا حلينا مثال Manual، خلينا اليوم نحل مثال على المينيتاب. المثال بيحكي انه في عندي راكت موتور، وهذا بدنا نشوف العلاقة ما بين السترينث والايج. تمام، السترينث as a dependent variable والايج as independent variable. خلينا نشوف هاي الداتا. طبعا دخلنا الداتا على الاكسل حتى نقدر ننقلها على المينيتاب. ما تنسى انه السترينث هو الديبندنت والايج هو ال predictor او regressor. تمام، ف طيب خلينا نشوف شو المطلوب. هلا اول مطلوب draw a scatter diagram of the data. Does this straight line regression model seems to be plausible? بده scatter diagram ما بين strength as y will age as x، وعلى graph على scatter diagram عندك ال y اللي هي ال strength وال x اللي هي ال age. تمام، طبعا المفروض انكم بتعرفوا تعملوا data representation. لاحظ معاي ال age مع ال strength، كل ما زاد ال age شو بيصير بال strength؟ بقل. لاحظ انه الداتا شكلها ممكن انه نقدر نعملها linear regression، يعني نفسر او نتنبأ بالسترينث من خلال الايج عن طريق موديل هو linear model، يعني شكلها مش مثلا منحنى زي هيك. فممكن انه نعم من خلال السكاتر دايجرام هذا ممكن نشوف انه ممكن انه نعبر عن السترينث او العلاقة بين السترينث والايج بلينير موديل. تمام، find the least squares estimate of the slope and intercept in the simple linear regression model. وبده كمان سيجما سكوير. اذا بدنا نعمل regression model regression analysis، نروح على stat على regression، بعدين regression. هلا لاحظ ال response اللي هو ال dependent variable y، يعني ال response اللي هو y اللي هو ال strength، وال predictors اللي هم ال regressors اللي هم ال dependent variables x يعني. تمام، خلينا نشوف شو كمان مطلوب. طيب بده شوف هون دي obtain the fitted value y hat that corresponds to each observed value of y i، يعني بده كمان نرسم y hat مع y i. اذا بدي كمان يطلع لي ال y hat. شوف كيف ممكن انه خليه يسجل لي اياهم بدل ما انا اروح احسبهم على ايدي. ممكن انه احكي له options، خلي هاي ما هي شو عندي storage residuals، خلي بدي residuals وبدي الفتس. بدي residuals يعني y i minus y hat، سجل لي اياها يعمل لي storage اللي لها بكولوم. وبدي الفتس يعني y i، وبدي الفتس اللي هي y i. تمام، اذا بتروح على storage تحكي له بدي الفتس اللي هي واي اي هات واي اي هات، وبدي الريزيجوالز حتى اعمل نورمال بلوت اذا طلبهم. طيب لاحظ معاي هون عمل لك نورمال بلوت، بس المشكله انه ما فيها البي فاليو فبتقدرش تحكم من خلالها. لاحظ معاي انه الموديل تاعنا هيدو زي الاشي اللي كنا
نشوفه بالسلايدز اللي هو خلنا نرجع على السلايدز زي الريزلت ساري تمام زي الريزلت ساري بالضبط احنا بنعرف كل رقم فيها من وين اجا وكيف نحسبه تمام هاي الريزلت تاعت المينيتاب عندي الريجريشن موديل بحكي السترينث بيساوي 2625 ماينس 35 ضرب الايج يعني هذا اللي بنسميه الانترسبت وهذا اللي بنسميه السلوب اللي هن هياتهم الاس اي تاعهم عرفنا كيف نحسبه اذا بنقسم هذه على هذه بتعطيك التي بعدين بنكون نحسب البي فاليو لاحظ معي انه البي فاليو تاعت البيتا زيرو اقل من 5% هذا معناه لانه البيتا زيرو مهمه والبي فاليو تاعت البيتا 1 اقل من 5% هذا معناه انه البيتا 1 مهمه وتنساش انه التست اوف هايبوثيسز اللي بنعمله هون انه اتش 0 انه بيتا 0 تساوي 0 واتش 1 انه بيتا 0 تساوي 1 بالنسبه لبيتا 0 بالنسبه لبيتا 1 انه اتش 0 انه بيتا 1 تساوي 0 اتش 1 انه بيتا 1 تساوي 1 وي اكسبت اور ريجكت الحكي هذا بيزد على البي فاليو زي ما تعلمنا بالمحاضره الماضيه فيت لوكس انه الكونستانت وكمان الايج مهمين الكونستانت وكمان الايج مهمين في عملية البريدكشن لانه البي فاليو تاعيتهم اقل من 5% نطلع على الار سكوير ادجستد 90% نطلع على الار سكوير 89.6 معناها انه بحدود 90% من الفاريشن بالسترينث يمكن او يعزى الى الفاريشن ب الايج وبحدود 10% المتوقعات هم عوامل اخرى لم تدخل بالدراسة اذا فعليا هذا بتحكي لي لانه الايج هي اهم من اهم العوامل او اهم عامل بيلعب في تحديد قيمة السترينث ليش لانه الار سكوير تاعه عالية يعني معظم الاختلاف بين قيم السترينث معظم الاختلاف بين قيم السترينث هي تعزى الى الايج حوالي 90% من الاختلاف في قيم السترينث هي تعزى الى الايج تمام ما تنسى انه 10% عوامل اخرى لم تدخل بالدراسه طبعا الاس اس ار بحدود المليون و522 الف الاس اس تي بحدود المليون و700 الف لو قسمت الرقم هذا على الرقم هذا مفروض يعطيك الار سكوير اللي هي ال 89.6 خلينا نجرب ونشوف الحكي هذا اللي تعلمناه مزبوط ولا مش مزبوط خلينا نروح هون نحكي يساوي ناخده الحمد لله شكرا لله كوبي كوبي تقسيم التوتال اس اس تي لاحظ انه شو هاد أبصر شو عملنا خليني أعيدها هذه إحنا طيب هذه إحنا محينا منها شغلات مشان هيك خلينا نرجع ونعيد الريجريشن كله هاي الـ SSR تقسيم الـ SST لاحظ معي انه 89.6 اللي هي قيمة الـ R سكوير اللي موجودة هون تمام قيمة الـ R سكوير الموجودة هون لا طبعا لاحظ معي انه قيمة الـ MSE الـ Residuals الـ MSE بنسميها Sigma Squared صح؟ اللي هي 9800
11، ولو حطينا 9811 تحت الجذر التربيعي راح يعطيك الاس هذه، تمام. هلا ما تنسى لانه الاس اس ار على الديجريز اوف فريدم تعطيك الام اس اي، والاس اس اي على الديجريز اوف فريدم تعطيك الام اس اي. اذا قسمت الاس اس الام اس ار على الام اس اي بتعطيك الاف، وامكاني اني اروح اوجد البي فاليو عند ديجريز اوف فريدم 1.18 بيطلع معي البي فاليو. لاحظ معي كمان انه قيمه الاس اس ار اكبر بكثير من قيمه الاس اس اي، هذا بعطيك انديكيشن انه الموديل كويس. كل ما الاس اس ار كانت اكبر من الاس اس اي، كل ما معناه انه الموديل يستطيع تفسير مور فاريشن من الواي اكس، بتستطيع تفسير مور فاريشن من الواي، فإشي كويس انه يكون الاس اس ار اكبر بكتير من الاس اس اي، تمام. شو كمان؟ طيب خلينا نتطلع هلا على شو السؤال بده. طيب find the least square estimate of the slope and intercept. طبعا لاحظ معاي انه هياتهم ليش حكى الليست سكوير، ذكر انه احنا بنعمل اوبتمايزيشن لبيتا 0 وبيتا 1 بانه بناخذ الليست سم اوف سكوير ايرورز وبنشتقها بالنسبه لبيتا 0 وبالنسبه لبيتا 1، تمام. فاذا الاستيميت للبيتا 0 اللي هي 2665، والاستيميت للايج اللي هي ماينس 36.9، تمام. شو كمان بده؟ find estimate of sigma squared. sigma squared لا تنسى انه هي عبارة عن الـ MSE، هي عبارة عن الـ MSE هياتها اللي 9811. estimate the mean shear strength of a motor made from propellant that is 20 weeks old. يعني بده إذا الـ age 20 years بدنا نشوف قديش قيمة الـ strength. طبعا بلزمني ان اكتب معادلة الـ regression اللي هي هياتها، مزبوط. خلينا نقولها خلينا نحكي انه بتساوي الـ البيتا 0 2625 ناقص بحدود 37 ضرب الايج اللي هو 20. اذا قيمة السترينث المتوقعة هي 1885، قيمة السترينث المتوقعة 1885. اذا استميت المين شير سترينث 1885 عند 20 weeks old. Obtain the fitted value y I hat that corresponds to each observation اللي هي نحنا وجدناهم ونسجل لي اياهم هياتهم. من الفيتد هاي الفيتد هاي الفيتد فاليو اللي هي y hat، تمام. كيف انه نسجلهم؟ رحنا على regression واخذنا storage، بعدين انه نسجل لي residuals وسجل لي ال fits. الفيتس اللي مي واي اي هات يعني، تمام. فسجلناهم. طيب plot واي اي هات versus واي اي اللي هي الفيتد versus ال actual. طبعا لاحظ معي انه هاي الاكتوال وهي الفيتد، لاحظ معي انه الريزيجوال هذه 106 تساوي 2158 ناقص 2000 52. إذا تنقص هذا الرقم من هذا الرقم راح يعطيك الـ residual. إذا هذه y i hat، هذه y i وهذه الـ error الـ residual. فبدي نرسم الـ fitted versus الـ strength. روح على graphs scatter diagram، بدي الـ fitted الـ actual هي strength، والـ fitted اللي هي الـ x. زين تمام. لاحظ معاي انه الفيت مع السترينث بعطوك جراف
إذا كان الموديل كويس، هذا الجراف لازم يكون almost 45 درجة. almost 45 درجة، يعني لو إني أجي أرسم line best fit line هون، هذا best fit line لازم يعطيني degrees 45 درجة، السلوب تاعه 45 درجة. لاحظ معاي إنه طبعا إذا كان كل ما كان الموديل أحسن، كل ما كان السكيتر هذا الفاريشن بالديتا هاي حول خط ال 45 أقل. هلا إذا كان الموديل ديترمينستك، يعني ما في فاريشن، تمام، راح نلاحظ إنه الخط هذا عبارة عن 45 درجة. ليش؟ لأنه القيمة على X لازم تساوي نفسها القيمة على Y، الفيتد لازم تساوي نفسه ال actual، فيتد لازم تساوي نفسه ال actual. إذن طيب، and comment on what this plot would look if the linear relationship between shear strength and age were perfectly deterministic. إذا العلاقة ما بين الشير والإيج deterministic 100%، إذن بنقدر نعرف قيمة الـ strength 100% من خلال قيمة الـ age، وبالتالي بيطلع الـ fit value هو نفسه الـ actual value. الـ y hat تطلع نفسها الـ y، وما بيكون في عندي أي نوع من أنواع الـ error، وعندها بيطلع الخط هذا 100% 45 درجة، 100% 45 درجة، يعني y i hat هي نفسها y i. Does this plot indicate that the age is reasonable choice for regression variable in this model? طبعا ليش؟ لأنه شكل الخط إذا برسمه يعني most probably راح يطلع معاي بحدود ال 45. ذكر إنه هذه sample ما بطلع 100%، بس reasonably راح يطلع بحدود ال 45. إذا ال y hat هي good estimation له ال y، تقريبا قيمة ال y هي نفس قيمة الـ y hat، يعني الـ error صغير، هيك معناها، يعني الـ error صغير، لما يكون الـ y i هي نفسها الـ y hat، الـ y i هي نفس الـ y hat، بيطلع قيمة الـ error أو قريبة منها كتير، بيطلع قيمة الـ error كتير صغيرة. وإذا كانت قيمة الـ error كتير صغيرة، خلنا نرجع لهون، بيطلع الـ SSE كتير صغيرة زي ما تعرفوا. إذا كانت قيمة الـ error كتير صغيرة، بيطلع الـ SSE كتير صغيرة، يعني الـ SSR كتير كبيرة، يعني هذه كتير كبيرة. إذا بقسم الكبيرة هاي على هاي، بيطلع معك R square ماله، بيطلع معك R square كتير كبير، تمام. إذا نعم، it looks لأنه age is a good estimate، يعني good predictor للstrength، تمام. طبعا ما في داعي نحل أكتر من هيك أسئلة، لأنه الصحيح نفس الأسئلة ونفس البروسيجر ما بيختلف عليه. هلأ اللي بدي اياك تعرفه، انه بدي اياك تتذكره، انه احنا عملنا، اذا بتتذكروا الحكي هذا كله مانيوال، حسبنا كل الحسابات هاي على الاكسل، تمام، وهي تتعرفنا اليوم كيف نعملها كمان على الميني تاب. الان رح يكون عندك هومورك للأحد القادم، تمام. الهومورك راح، تمام، الهومورك عبارة عن ديتا مأخوذة من ورقة علمية، تمام، ومطلوب منك تعمل على الإكسل، إكسل شيت زي ما عملنا بالضبط، زي ما عملنا هون، دخلنا الديتا بعدين بدينا نحسب كل الحكي هذا مانيوال، بدينا نحسب كل الحكي هذا مانيوال، y i minus y bar، وطلعنا منهم ال y hat، طلعنا منهم ال sxx، ال sxy، طلعنا البيتا 0 والبيتا 1، كل الحسابات هذه، تمام. فمطلوب منك تعمل الحكي هذا مانيوال، تمام، على اكسل شيت، وهاي الاكسل شيت لازم تكون active. شو يعني active؟ يعني ما بدي الأرقام هاي أنت تدخلها بإيدك، الأرقام هاي كلها بدها تكون محسوبة بمعادلات، الأرقام هاي كلها بدها تكون محسوبة بمعادلات active، بحيث أنا إذا جيت هون مثلا وغيرت رقم واحد، طلع معي كيف كل الأرقام اللي بالسبريد شيت راح تتغير معاك، تمام، كل الأرقام تغيرت معاك، هذا بسموه active spreadsheet. إذا أنا بدي السبريد شيت تكون active بالضبط زي ما تعلمنا كيف نعمل الحسابات هاي. ترجع على الفيديو السابق وبتتعلم كيف تعمل الحكي هذا
وبتحل لي الهوم ورك بيست عليها. تمام؟ اذا هاي الخطوه الاولى او الجزء الاول اللي بيزمك تعمل اكتف اكسل شيت. تمام؟ النقطه الثانيه بيلزمك تطلع لي قيمه الار سكوير. تمام؟ وتعرف لي what does R square mean، تحكي لي شو معنات ال R square، شو معنات ال R square. تمام؟ وتكتب لي اياه كله على spreadsheet، كله على spreadsheet بدك تكتبه. يعني هذا كله عبارة عن فرع واحد، فرع اثنين شو معنات ال R square اللي طلعت معك وقديش قيمتها. تمام؟ مثلا R square هياتها 87، شو معنات الحكي هذا. تمام؟ بعدين بدي is the model adequate، is the model adequate، explain your answer by indicating probability including a probability plot. لاحظ كيف عملت probability plot على الميني تاب وجبتها وحطيتها هون. تمام؟ جبتها وحطيتها هون وجاوبت based عليها انه هل الموديل adequate ولا مش adequate. بعدين using Minitab to generate a regression table and compare. Use Minitab to generate the regression table and compare your results using Excel. ذكر إنه إحنا طلعنا results كلها بالExcel. هياتهم SSE SSR كل الحكي هذا. هلا بدي إياك إنك تجيب Minitab، نتائج Minitab، يعني تأخذ الresults ال Y والX، تروح على Minitab تعمل الاناليسس بالميني تاب وتجيب لي الريزلت تيبل هون وكمبير انه الاس اس اي نفسها الاس اس ار نفسها وهكذا. تمام؟ يعني بدك تحل المساله على ايدك بالاكسل وكمان تحلها بالميني تاب. تمام؟ هذا الهوم ورك يو ايميل الهوم ورك للمهندسه حنين على حنين.عبود. هي الايميل تاعها مش للمهندس رقية، للمهندسة حنين. هاي الايميل تا هاي ال الايميل تاعها. تمام؟ هذا الهوم ورك should include اكسل شيت clearly marked والميني تاب results مع الاجوبة للاسئلة. تمام؟ الدو ديت هو Sunday May at noon. No late homeworks. No late homeworks. اوكي؟ خلينا نكمل. طبعا بحط لكم الهومورك هذا ان شاء الله على الكورس بورتفوليو وبتروحوا وبتنزلوه من غاد وبتشتغلوا فيه من هون ليوم الاحد القادم. خلينا يا شباب نكمل تشابتر، هيك بكون تشابتر 11 خلصناه. خلينا نبدا بتشابتر 12، بس اعطوني دقيقه اذا سمحتوا. الله يعطيك العافية. خلينا اليوم نحكي عن chapter 12 اللي هو multiple linear regression. لاحظ معاي الفرق الوحيد بين الحكي اللي حكيناه ب chapter 11 و chapter 12 اللي هو عدد ال regressors. عدد ال regressors لاحظ معاي انه عدد ال regressors هون اكتر من واحد، يعني اذا كان عدد ال independent variables اكثر من واحد، اكثر من 1x، يعني بيكون ال regression نسميه multiple regression. وبما انه العلاقه ما بين y وما بين ال regressors هذول هي علاقه linear زي ما انت شايف. تمام؟ اذا بنسميها multiple linear regression. طبعا ال data تعطى بالشكل هذا، عندي ال y وعندي قيم x1 وقيم x2 الى قيم الريجريسر رقم k، وعن طريق least square function اللي هي لاحظ معاي مجموع مربعات الايرور، بدنا ناخذ لها الايرورز وبدنا ناخذ لها مينيمايزيشن زي ما تعلمنا. نطلع بيتا 0 وبيتا 1 وبيتا 2 الى بيتا k. هلا الصحيح انه المعادله هذه يمكن ان نكتبها بشكل مبسط عن طريق الماتريسيز. فالفيكتور واي، الفيكتور واي اللي هو هياته يعني هذا الفيكتور واي، تمام، قيم واي يعني، بتساوي الماتريكس اكس اللي فيها الداتا، هاي الماتريكس اكس. وما تنسى هون شغله كثير مهمه انه اذا بدنا بالريجريشن
يطلع معي intercept، يعني بدي يطلع معي بيتا زيرو intercept، فلازم أضيف عمود هون كله واحدات، واحد 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 إلى N، تمام، حتى يطلع معي الانترسبت. هلأ إذا ما ضفت الواحدات هاي ما بيطلع معي انترسبت. إذا بدي انترسبت لازم أضيف على الماتريكس تاعت الإكس عمود كله واحدات، عمود كله واحدات، تمام. إذا X ماتريكس، لاحظ هاي العمود الكله واحدات اللي هي قيم X، تمام، بالإضافة لعمود كله واحدات إذا بدي يطلع معاي intercept. إذا ما بدي يطلع معاي intercept ما بضيف العمود هذا. إذا Y مرة تانية، Y هدول بيساووا X طبعا مع إضافة عمود كله واحدات في قيم بيتا، في قيم بيتا، بيتا 0 بيتا 1، الفكتور تاع بيتا. إذا بضرب هذه الماتريكس في هذا الفكتور بعطيني الفكتور تاع واي، زائد بجمع له بعدين الفكتور تاع الريزيجوالز اللي هو الايرور. يعني تعبير آخر، بدل ما أكتب المعادلة بالشكل هذا كان بإمكاني أكتبها بشكل مبسط باستخدام الماتريسيز والفيكتورز بالشكل هذا. هلا طبعا بس انتبه معي انه واي الديمنشن تاع واي اللي هي ان رو ضرب واحد. لا تنسى لانه بالماتريسيز احنا عاده او دائما بنحط عدد الاسطر في البدايه وعدد الاعمده بعدين، ف 20 او ان، لاحظ معي انه هذه ان رو في 1 كولوم، بينما هذه عبارة عن N رو في K زائد 1 كولوم. ذكرنا نضفنا كولوم، إذا عندي N في K زائد 1 كولوم، بينما البيتا مثلا هي K في طبعا K زائد 1، ما تنسى لأنه من 0 إلى K في K زائد 1 رقم، من 0 إلى K في K زائد 1 رقم، فهي K زائد 1 في 1 هذه عبارة عن N في 1، تمام. كتير مهم إنه نعرف الديمنشنز تاعين الماتريسيز والفكتورز، لأنه كمان شوي بنصير نضربهم، تمام. طبعا قيم بيتا بدل ما اروح نكتب الليست سكوير ايرور ايكويجن اللي هي هاي ونشتقها مره بالنسبه لبيتا 0 مره بالنسبه لبيتا 1 وهكذا، بعدين نطلع معادلات ونحلها مع بعض، ممكن ان نطلع قيم الكوفيشنتس ريجريشن كوفيشنتس بشكل بسيط من خلال المعادله هاي. المعادله هاي بتحكي لانه باخذ الاكس وبعمل له ترانسبوز، وارجو انك تكون متذكر شو معناها ترانسبوز. هاي الاكس ترانسبوز انه الاسطر بصيروا عمدان والعمدان بصيروا اسطر، تمام. باخذ الترانسبوز لهاي، لاحظ معاي، بعدين مضربها في اكس، يعني باخذ الترانسبوز لهاي بعدين مضربها في نفسها في اكس، تمام. بعدين النتيجه باخذ لها الانفرس، بعدين كل هذه بروح وباخذ لها اكس ترانسبوز بضربها في اكس ترانسبوز، والنتيجه كلها بضربها في واي. هذا الحكي بيعطيني قيم البيتا، بعطيني قيم البيتا. خلينا ناخذ المثال هذا نتعلم كيف نعمله على الاكسل قبل ما نعمله على المينيتاب، تمام. لاحظ انه اول شغله عملناها انه اضفنا عمود كله واحدات، ليش؟ حتى يطلع معاي انترسبت، حتى يطلع معاي انترسبت، تمام. طيب خلينا هاي الداتا اللي هي هذه، يعني اللي هي هذه، اوكي. هاي الداتا كل اللي عملته اني نقلت الداتا 1 2 50 وهكذا، وهي الواي، فنقلت الداتا على الاكس حتى ابدا اشتغل فيها. طيب خلينا نحط المعادلة هاي قدامنا، X transpose X
انفرس في اكس ترانسبوز واي، تمام، حتى نبدا نشتغل فيها. اول شيء لاحظ معاي انه خلينا اكس، انه اكس الماتريكس اكس الديمنشن تاعها اللي هي كم قراءة في عندي، كم سطر يعني، في عندي لاحظ معاي انهم مش مبينات، اوكي برضو كمان مرة صارت نفس الفيلم، اوكي طلعت مشكلة هاي. لاحظ معاي انه امكانك تقرأ هون كم قراءة معاي، عشرين قراءة مش قابل تطلع، 25 ولا 24، 24 قراءة كلهم، ليش مش قابل تطلع معاي يعني؟ أقول لك اجمع لي يوم هذول كل موحدات، 25 قراءة، إذا عندي 25 قراءة، إذا الإكس عبارة عن 25 سطر في 1 2 3 عمدان، في عندي 2 ريجريسورز اكس 1 واكس 2، وما تنسى انه ضفت عمود كله واحدات حتى يطلع معاي الانترسبت بيتا 0. اذا 25 في 3، تمام. طيب الترانسبوز تاع ال 25 في 3 شو بيصير؟ اذا اكس ترانسبوز، اكس ترانسبوز بصير 3 في 25، بصير 3 في 25، مظبوط، 3 في 25. اذا الاكس ترانسبوز، اذا اكس 25 ب 3، اذا اكس ترانسبوز 3 ب 25. طيب 3 ب 25 ضرب 25 ب 3، تذكر انه الوسطين بروحوا وبضل 3 ب 3، 3 ب 3. طيب خلينا 3 ب 3، اذا اكس ترانسبوز اكس هي 3 ب 3، اكس ترانسبوز اكس ديمنشن تاعها 3 ضرب 3، تمام؟ طيب منيح، إذا باخذ الانفرس بتضلها زي ما هي، صح؟ بتضلها زي ما هي، إذا اكس ترانسبوز اكس انفرس، اكس ترانسبوز اكس الانفرس السايز تاعها كمان 3 ب 3 ما بيختلف، تمام؟ هلا بنضربها في اكس ترانسبوز، لاحظ 3 ب 3 في اكس ترانسبوز 3 ب 25، 3 بتروح مع 3 بطلع لك 3 ب 25، اذا عندك اكس ترانسبوز اكس انفرس 1، الحكي هذا كله في اكس ترانسبوز السايز تاعها 3 ب 25 ب 3 ب 25، او اسف 3 ب 3 في 3 ب 25 بصير 3 ب 25، تمام. طيب هلا بنضرب الحكي هذا ب واي، قديش قيمه واي اصلا؟ ما تنسى انه واي السايز تاعها عباره عن 25 في 1، الواي 25 سطر في عمود واحد. طيب اذا اكسترا اكس ترانسبوز اكس ناخذ الانفرس في اكس ترانسبوز، هلا بدي اضربها في واي، يعني 3 ب 25 ب 25 ب 1 بيطلع معك 3 ب 1، 3 ب 1، اذا اللي هي اكس ترانسبوز اكس انفرس في اكس ترانسبوز واي السايز تاعها 3 في 1، اللي هي ما تنسى انه عندي بيتا 0 مكان الواحدات وبيتا 1 وبيتا 2، تمام. اذا هاي بتعطيني 3 ب 1. طبعا ليش بلزمني الحكي هذا اخليه ببالي؟ لانه لما بدي اجي احسب على الاكسل لازم اعرف قديش السايز اللي بده يطلع عندي بيفور عمليه الحساب.
خلينا نشوف ما سوى. اكس ترانسبوز بدي اكس ترانسبوز، وين اكس ترانسبوز؟ هي 3 ب25. اللي بصير انه لازم اروح اعلم 3 سطور ب 25 عمود. لاحظ معي، شوف العداد هون 3 ار في 11 كولوم، الى الان ضلك تسيره 25 كولوم اياتهم 3 ب 25. تمام، بعدين بتحط اشارة تساوي بالمنطقة بأول خانة، بأول خانة، وبتروح تحكي بدي الترانسبوز، ترانسبوز تاع الماتريكس اللي هي اكس، وما تنسى انه اكس فيها 3 عمدان. تمام، تعلمها. تمام، هلا لاحظ معي انه ما تكبس انتر، تكبس كنترول مع شيفت بعدين تكبس انتر، كنترول مع شيفت بعدين تكبس انتر. اذا لاحظ معي انه لازم تعلم المكان اللي بدك يطلع الريزلتس فيه قبل ما تعمل العمليه الحسابيه، مشان هيك لازم يضلوا هذا الحكي في بالك. اذا الترانسبوز بده 3 اسطر 25 عمود. هلا بدي اضرب اكس ترانسبوز في اكس، 3 ب25 ضرب 25 ب3 بعطيني 3 ب3. اذا بدي اروح اعلم هون 3 ب3 واحكي يساوي. هلا الملتيبليكيشن للماتريكس بسميها ماتريكس ملتيبليكيشن، ام ام يو ال تي. لايش؟ لاحظ معي اني بدي اضرب اكس ترانسبوز في اكس، اكس ترانسبوز اللي حسبتها هاي بدي اضربها باكس. ولاحظ انه الملتيبليكيشن بالماتريسيز الترتيب مهم، الترتيب مهم. في الماتريكس الثانيه اللي هي الاكس ماتريكس، تمام، ولاحظ انه ما نكبس انتر، كنترول مع شيفت مع انتر. اذا هذه اكس ترانسبوز في اكس. هلا بدي اخذ لها الانفرس، ف 3 ب 3 الانفرس تاع 3 ب 3 بتمه كمان 3 ب 3. اذا لازم اروح اعلم هون 3 ب 3 واروح احكي ماتريكس انفرس سياته ماتريكس ان. طيب 2 3 2 3 تساوي ماتريكس انفرس سياتها. تمام، لايش؟ لا اكس ترانسبوز اكس سياتها. ما تنسى ما تكبس انتر، كنترول مع شيفت مع انتر. هاي الانفرس، هاي الانفرس. هلا شو ضل عندي؟ اكس ترانسبوز اكس انفرس، بدي اضرب في اكس ترانسبوز. لاحظ معاي، بدي اضربها في اكس، اكس ترانسبوز اكس، واخذنا الانفرس. هلا بدي اضربها في اكس ترانسبوز، قديش بتطلع معي؟ 3 ب 3 واكس ترانسبوز 3 ب 25، اذا 3 ب 25، بدي اروح اعلم 3 ب 25، هي 3 ب 25. تمام، هي 3 ب، ليش 24 هاي؟ 3 ب 25. زين، يساوي شو بدي اضرب؟ تضرب اكس ترانسبوز اكس انفرس اللي هي هذه في اكس ترانسبوز اللي هي هاي. كنترول شيفت مع انتر. شو عملنا هون احنا؟ Do you want to accept this correction? شو عملنا احنا؟ يس، والله ما عارف ابصر شو عمل. ها، انسى. يساوي M multiplication، مظبوط، لا الانفرس هادي مع ال X transpose، control shift مع enter. تمام، اذا هذه صارت عندي X transpose X inverse X transpose اللي هي السايز تاعها 3 ب 25.
هي 3 في 25، هذا ضل بدي اضربها في الفيكتور واي اللي هو 3 ب1، 3 ب25 او أو آه 3 ب25 في واي 25 ب1، 25 على 25 بضل 3 ب1. إذا بدي أروح أعلم 3 سطور في عمود واحد، أروح أحكي ماتريكس مالتيبليكيشن ما بين الانفرس هذه ما بين الانفرس أو الماتريكس هاي 3 ب25 و الفيكتور تاع واي، الفيكتور تاع واي كنترول شيفت مع انتر. لاحظ طلع معي هاي شو هي، هاي بيتا، ادي بيتا 0 وهذه بيتا 1 وبيتا 2، تمام. اذا هدول الكوفيشنتس بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2. لاحظ معي انه واي شو بتصير، واي هات اللي هي البريدكتد فاليو بتساوي لنا بيتا 0 2.26 زائد 2.74 زائد 2.74 x1 زائد 0.125 x2. اذا هذا اللي هو الريجريشن موديل، مالتي لينير ريجريشن موديل. لاحظ انه اكثر من ريجريسر، ولاحظ انه العلاقه بين واي والريجريسر هي علاقه خطيه، اذا مسميه مالتيبل لينير ريجريشن. لاحظ معي كيف وجدنا قيم بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2. خلينا نحسب مثلا الريزيدجوالز ونشوف الموديل اديكوسي. تذكر انه الريزيدجوالز احسن شيء نطلع على الموديل اديكوسي، احسن شيء نطلع على الريزيدجوالز، تمام. هل هما نورمال ديستريبيوتد ولا لا؟ لاحظ معي انه بدي احسب واي هات، واي هات اللي شو بتساوي لي، بتساوي لي وين ال بتساوي بيتا 0، ما تنسى تثبتها، زائد بيتا 1 في اكس 1، هاي اكس 1، اوبس شو اللي عملته، ضرب بعدين ضرب اكس 1 زائد بيتا 2 ضرب اكس 2 كي 35. طيب ممتاز، تمام. كانك تحكي كي 35 اللي هي بيتا 0 ضرب الواحد، تمام. منشان هيك احنا بنفترض انه بنحط اصلا هون عمود كله وحدات اذا بدك، بس ما في داعي انك تعمل هيك. اذا هذه واي هات، خلينا نسحب الحكي هذا. شوف يعني الموديل قرب لي واي الاكتوال عند اكس 1 2 واكس 2 50، قرب قيمه واي إلى 8.37 وهي actually قيمتها 9.95. إذا كان إني أطلع الإرور تربيع هون، خلنا نطلع الإرور بعدين، الإرور تربيع عشان نرسم الريزيدجوالز. الإرور بتساوي الأكتوال ماينس الواي هات، زين. ولاحظ معاي إنه إذا بجمعهم بيطلع قيمتهم almost minus 1.49 في 10 minus 13، يعني almost صفر، وهذا اللي إشي اللي إحنا متوقعينه أصلاً. error تربيع اللي هي عبارة عن الـ error تربيع
طبعا بلزمني هاي لحتى احسب الاس اس اي هي الايرور تربيع. قديش الاس اس اي؟ الصم تاعت القيم هاي. تمام، اذا لاحظوا هاي الاس اس اي 115. طبعا كان احسب الاس اس ار والاس اس تي، بس انا ما راح اطلب منكم تحسبوهم بالمالتي لينير ريجريشن، خلاص بتشوف ال ريزلتس من الميني تاب. تمام، اذا لاحظ معي انه كيف بامكاننا انه نعمل ال ريجريشن موديل، كيف كان انه نعمل ريجريشن موديل مالتي لينير ريجريشن موديل بشكل بسيط بس بضرب الماتريسيز بشكل بسيط. تمام، شو كمان كان نحسب؟ طبعا هلا لو اجيت قلت لك انه قيمه اكس 1 بتساوي مثلا 8، قيمة X2 بتساوي مثلا 590، predict قديش قيمة Y؟ نحكي انه قيمة Y بتساوي بيتا 0 زائد بيتا 1 ضرب قيمة X1 اللي هي 8 زائد بيتا 2 ضرب قيمة X2 اللي هي 590، بتنبأ بقيمة Y بحدود الواحد و 30، بحدود الواحد وثلاثين. طب خلينا نعمل نفس الحكي هذا. لو انه قلت لك قديش قيمة الريزيجوالز، هي تحسبناهم. طب خلينا نعمل نفس الحكي هذا على الميني تاب. فهي الداتا، لاحظ بالميني تاب ما في داعي ادخل عمود كله واحدات، تمام، هو لحاله بيعمل الحكي هذا. خلينا ناخذ الداتا هاي على الميني تاب، تمام، ونشوف كيف بدنا نعمل مالتي لينير ريجريشن. شوف كيف بدنا نعمل مالتي لينير ريجريشن، نفس الفانكشن ستات ريجريشن وريجريشن. لاحظ معي ال ريسبونس اللي هو الواي، تمام، والبريدكتورز اللي هم اكس 1 واكس 2. لاحظ معي بروح على اوبشنز واي ميك شور انه I will select fit intercept. fit intercept يعني اعطيني قيمة بيتا 0، يعني لحاله راح يروح يضيف عمود كله واحدات. طبعا خلينا زي ما تعلمنا مثلا الستورج نعمل الفيت والريزيجوالز. تمام، لاحظ هون كمان بامكانك انك تخزن قيمة اكس، لاحظ معي X transpose X inverse، X transpose X inverse. ليش؟ لأنه كمان شوي بنشوف إنها ممكن تلزمنا، ممكن إنها تلزمنا بالconfidence intervals، تلزمنا بالconfidence intervals. X transpose X inverse تلزمنا بالconfidence intervals، ممكنك تخزنها من هون. تمام، خلينا نعمل طبعا هذه ال normal probability plot للresiduals، بس للأسف ما في p value فما بنقدر نستخدمها بشكل مباشر هيك. تمام، طيب خلينا نطلع على الresults اللي طلعت معاي. لاحظ اول شيء هي الريجريشن موديل 2.26 اللي هو عباره عن بيتا 0، لانه قلنا له اعطيني انترسبت. 2.74 قيمه الكوفيشنت الاول، و 0.0125 قيمه الكوفيشنت الثاني. تمام، طبعا الاس الستاندرد ايرور اذا بقسم هذا على الستاندرد ايرور بتعطيك تي فاليو، بتعطيك البي فاليو. طبعا لاحظ معاي انه نفس الفكره اللي حكيناها بالسمبل لينير ريجريشن، البي فاليو اللي هون بتحكي لك لانه هل البريدكتر هذا الكوفيشنت مهم ولا مش مهم. بما انهم كلهم اقل من 5% اذا كلهم مهمات، بما انهم كلهم اقل من 5% اذا بيتا زيرو مهمة. تنساش انه التست اوف هايبوثيسز اللي احنا بنعمله اللي هو، شوف بقدر اطبع هون اتش زيرو
إنه بيتا 0 تساوي 0 و H1 إنه بيتا 0 لا تساوي not equal 0. تمام؟ بما إنه الـ p-value أقل من 5% we reject H0 and we accept H1 إنه البيتا 0 مش 0 وبالتالي مهمة، ونفس الإشي عند بيتا 1 ونفس الإشي عند بيتا 2. يعني هو فقط extension للي حكيناه بالـ simple linear regression. طيب ننزل بالتحليل لهون، شوف الـ R square 98.1 هذا شو معناه؟ معناته لأنه 98.1 من الاختلاف، مرة تانية 98.1 من الـ variation في قيم Y تعزى إلى الـ variation في قيم X1 و X2. إذن بحدود الـ 1.9% اللي متممتها للمية، هذه عوامل أخرى لم تدخل بالدراسة، هي بسبب عوامل أخرى لم تدخل بالدراسة. إذا لاحظ معي أنه كل الحكي اللي حكيناه بالسيمبل لينير ريجريشن نفسه هون ما بتغير، تمام؟ بس عملية extension، يعني بدنا نشوف الـ R square adjusted، تمام؟ الـ R square adjusted، طبعا لاحظ احنا لما نيجي نعمل ريبورت ما بنعمل للـ R square، بنعمل ريبورت للـ R square adjusted، تمام؟ فما بنروح نحكي 98.1 من Y يمكن تفسيره بـ X1 و X2، لا، بنروح نحكي لأنه 97.9 من Y يمكن تفسيره بـ X1 و X2. إذا لما نيجي نعمل ريبورت بنعمل ريبورت للـ R square adjusted مش للـ R square. هلا نشوف إن شاء الله خلال السلايدات شو الـ R square adjusted كيف نحسبها. إذا هذا الحكي كله بنعرفه وبنعرف كيف نستخدمه. لاحظ الـ SSE، عندي الـ SSR عبارة عن 5990 والـ SSE 115 اللي هي هاي اللي حسبناها صح؟ هي 115.7، تمام؟ والتوتال 6105 اللي مجموع الـ SSR والـ SSE. لاحظ معي انه الـ SSR اكبر بكتير من الـ SSE، وهذا اشي كويس زي ما حكينا في الجزء الاول من المحاضرة هاي، انه كل ما زادت الـ SSR وقلت الـ SSE هذا معناته انه اشي كويس. اذا بقسم 5990 على 6105 تعطيك الـ R square، مش الـ R square adjusted، تعطيك الـ R square 98.1، تمام؟ اذا SSR على SST بتعطيك الـ R square مش الـ R square adjusted. بعدين إذا بقسم الـ SS على الـ degrees of freedom بتعطيك الـ MS، ولا تنسى لأنه الـ MSE 5.3 اللي اسم تاني اللي هي sigma squared، تمام؟ إذا بأخذ هاري مع الـ degrees of freedom 22 وبجد الـ p-value، طيب الـ p-value هاي شو، عن إيش بتحكي؟ هاي الـ p-value بتحكي لأنه بيتا 0 تساوي بيتا 1 تساوي بيتا 2، تمام؟ لاحظ معاي H0 يحكي لأنه بيتا 0 تساوي بيتا 1 تساوي بيتا 2، طبعا إذا في عندي بيتا 3 تساوي بيتا 3 إلى بيتا K وتساوي 0. شو يعني؟ يعني ولا واحد من الكوفيشنتس مهم، يعني الريجريشن لاين كله مش مهم، هيك معناها، تمام؟ مع H1 اللي بتحكي انه at least، لاحظ معي شو بتحكي، at least one betas is not zero. شو بتحكي هاي؟ at least one of the betas، at least one of the betas is not zero، على الأقل واحدة من البيتا هدول مش صفر، تمام؟ هلا اذا طلعت، اذا هاي بتحكي عن، تنساش انه هاي بتحكي عن الموديل ادكوسي، تمام؟ هاي بتحكي عن الموديل ادكوسي، تمام؟ لاحظ معي انه اتش 0 بتحكي انه ولا كوفيشنت مهم، اتش 1 بتحكي انه ات ليست واحد من الكوفيشنتس مهمين. شو يعني واحد من الكوفيشنتس مهمين؟ هذا معناه انه the model is adequate، تمام؟ الموديل adequate. إذن
البي فاليو هاي بتحكي على الادكويسي للموديل، بتحكي عن كل الموديل انه الموديل كله كويس ولا مش كويس بغض النظر عن each value of the coefficients، بينما البي فاليوز هدول بيحكوا عن each coefficient by itself. تمام، اذا هون بنحكي عن الموديل بشكل عام كويس ولا مش كويس. تمام، طبعا بالحالة هاي لانه البي فاليو اقل من 5% we reject H0 and we accept انه at least one of the coefficients is not zero. شو يعني؟ يعني انه الموديل adequate او الموديل كويس. طبعا لاحظ معاي قضية كتير مهمة ما كنا نشوفها بال simple linear regression. الريجريشن SSR قديش قيمته؟ 5990. طب هلول بتوزعوا على 2 regressors X1 و X2. X1 5885 و X2 104. طيب من هون أنو أهم؟ X1 ولا X2؟ طبعاً X1. ليش X1 أهم؟ لأنه X1 من التوتال فاريشن 6105 X1 بتستطيع أن تفسر 5885. تمام؟ إذا معظم الفاريشن في التوتال هو جاي من X1، هو جاي من X1، معظم الفاريشن بY هي جاي من X1. إذا لاحظ معي إذا جمعت 5885 مع 104 بتعطيه 5990 اللي هي SSR للريجريشن لاين كله. تمام، هلا توزيعهم X1 و X2، X1 5885، X2 104. إذا لاحظ معي انه X1 هو اهم من X2، مع انه اذا بتطلع على البي فاليو الاثنين قيمتهم 0 0 0. طبعا لو انه في عندي ديجيتس اكثر راح نلاحظ انه X1 قيمته اقل من X2، X1 قيمته اقل من X2، بس لانه هون وي تريمد على 3 ديجيتس بينوا معي انه 2 0، ولكن لو معي ديجيتس اكثر راح تشوف انه X1 قيمته اقل من X2. اذا كل ما قلت البي فاليو كل ما زالت أهمية الكوفيشنت، كل ما زالت أهمية الفاريبل أو الكوفيشنت. بالحالة هاي أقل واحد له أهمية اللي هو الكونستانت، مع أنه أقل من 5% مهم ولكن أهميته أقل من هدول الاثنين. تمام، طيب بين هدول الاثنين مين أهم؟ بدنا نضطر نطلع على، طبعا إذا البي فاليو واضحة، إذا مثلا هذه 0.001 وهذه 0.003، بما انه هاي اقل من هاي اذا بنحكي X1 اهم من X2، بس بما انه بالحالة هاي مش واضحة بدنا نطلع على الاس تاعت كل variable. بما انه الاس sum of squares ل X1 هي اكبر من sum of squares ل X2، اذا X1 اهم من X2. شو معناها؟ معناها انه X1 بفسر من التوتال فاريشن اكثر من X2. تمام، هذا اشي كتير مهم انك تفهمه. تمام، طبعا هدول اللي هم ال residuals وال fit value table، اذا يعني بلزموك تشوفهم عن كل نقطة طبعا لاحظ معي انه هاي residuals ممكن ناخد residuals ونروح نرسم لها نعملها normality plot residuals ونشوف. لاحظ معي البي فاليو 50% يعني اكبر من 5%، اذا residuals جايات من normal distribution، وبالتالي we conclude that the model is adequate. تمام، اذا الادكويسي للموديل كان نشوفها من اكثر من موقع، بس اهم وحده فيهم اللي هي ال residuals، هل هما normal distributed ولا لا. طبعا كمان بنحكي عن الادكويسي، تذكر معي من الار سكوير تعطيك انطباع عنها، كمان من البي فاليو هاي بتاعت الاناليسيس اوف فارينس الانوفا اناليسيس اوف فارينس، البي فاليو هاي مش البي فاليو هدول البي فاليو بيحكوا عن الانديفيدجوال كوفيشنتس، بس البي فاليو هاي بتحكي عن كل الموديل. اذا كمان من هون كان نشوف الموديل ادكويسي. تمام، كل ما كان الاس اس اي اقل كل ما كان الموديل مور ادكويت، كل ما كان الاس اس اي اقل كل ما كان الموديل مور ادكويت. شو يعني اس اس اي اقل؟ يعني قيم الريزيدجوالز كثير قليله، هيك معناها. تمام،
وبالتالي طلع الاس اس اي قليله، يعني ما في فرق كبير بين واي هات واي اكتوال. تمام. مبدئيا هذا الحكي اللي بدنا نحكيه عن المالتي لينير ريجريشن. عرفنا كيف نعمله على الاكسل وعرفنا كيف نعمله على الميني تاب. خلينا هلا نطلع على السلايدات نكملهم ونشوف وين الميسنج انفورميشن ونكملها. اذا شفنا كيف طلعنا الريجريشن موديل من خلال الاكسل ومن خلال الميني تاب، وما تنسى بالاكسل بلزمك تضيف واحدات هون حتى يطلع معك الانترسبت. تمام، هاي النتيجة اللي بتطلع معك وفسرناها. تمام، حكينا انه البي فاليوز هدول هما للانديفيدوال كوفيشنتس، انه هل هذا مهم بيساوي صفر ولا بيساوي صفر، هل هذا بيساوي صفر ولا بيساوي صفر، يعني هل هما مهمات ولا لا. الفي اي اف ما بدنا نحكي عنها، الار سكوير حكينا عنها، اذا تذكروا البريدكتد هذا السطر كمان ما بدنا نحكي انه ما بيطلع بالميني تاب ريزلتس، بس الار سكوير والار سكوير ادجستد وحكينا عنهم ومعانيهم. حكينا عن الانوفا تيبل ومعانيها، واكدنا انه البي فاليو هاي اللي هي عباره عن كل ريجريشن موديل، انه اتش 0 انه بيتا 0 تساوي بيتا 1 تساوي بيتا 2 تساوي 0، واتش 1 انه ات ليست 1 بيتا از نوت 0، يعني الموديل مهم تمام او مش مهم حسب البي فاليو. واكدنا على الاس اس الفاليو بتاعت الاس اس ار انه بتنقسم ل اكس 1 واكس 2 بالحاله هاي. لو كان عندي 3 بريدكتورز او ريجريسرز بكون عندي ثلاث قيم لهون، مجموع ثلاث قيم يساوي مجموع الاس اس ار. طبعا زي ما بنعرف من السمبل لينير ريجريشن ممكن نعمل كونفيدنس انترفال على الفيت فاليو، وممكن نعمل بريدكشن انترفال على الفيت فاليو، نفس المفهوم. تمام، طبعا لاحظ معاي هذه H0 بيتا 1 تساوي بيتا 2 إلى بيتا K تساوي 0، وبيتا J لا تساوي 0 for at least 1 J، اللي هي هاي التست of hypothesis بنعمله على ال P-value هاي. مظبوط، ال P-value اللي بتعمل لي test of hypothesis للموديل كامل. تمام، للموديل كامل اللي هي اللي كتبناها I believe احنا وين هون هياتها لو at least one beta is not zero. إذن هذه اللي بتعمل ال test of hypothesis، هذه اللي بنعمل evaluation لل test of hypothesis هذا من خلالها. تمام، طبعا هذه الانوفا تيبل، ما تنسى SSR زائد SSE بتعطيك ال SS T، SSR زائد SSE بتعطيك ال SST. degrees of freedom لل SSR اللي هي K اللي هي عدد ال predictors، عدد الريجريسرز بالحالة هاي كان عندي عدد الريجريسرز أنا 2 ريجريسرز X1 و X2، إذن degrees of freedom لـ SSR 2، بينما الـ SSE اللي هي N minus 2 N minus P و P اللي هي اللي هي هاي زائد هاي بتعطيك N minus 1 مفروض، اللي هي بتعطيك N minus 2 N minus 10. فالاس اس تي الديجريز اوف فريدم مجموع هاي، فان ماينس بي زائد كي بيعطيك ان ماينس 1، وكي اللي هي عباره عن 2، فان ماينس بي زائد 2 بتعطيك ان ماينس 1. اذا بي بدها تكون عباره عن كي زائد 1، اذا بي عباره عن كي زائد 1 اللي هي 3 بالحاله هاي، ان ماينس 3 زائد 2 تعطيك N minus 1، إذن P اللي هي K زائد 1، P اللي هي K زائد 1. بعدين إذا بنقسم الـ sum of squares على الـ degrees of freedom بتعطيك الـ MSR، إذا بقسم الـ MSR على الـ MSE بتعطيك الـ F، وإذا باخد هذه وبروح عند degrees of freedom K و N minus P وبوجد قيمة الـ P value بتعطيك الـ P value اللي بناء عليها منحدد هل نقبل H fail to reject H0 ولا reject H0 accept H1، يعني الموديل significance للregression model، significance للregression model. تمام،
ال R square اللي هي ال SSR على SST زي ما تعلمنا، وممكن نكتبها شكل 1 minus SSE على SST زي ما شفنا بالمحاضرة الماضية وشفنا شو معناها. ال R square adjusted، لاحظ معاي بدي شو أعمل؟ أخذ هاي وأحطها هون. لاحظ معاي هاي ال R square S1 minus SSE على SST. طيب شوف ال R square adjusted هي 1 minus SSE على degrees of freedom تاعيتها، تنساش إنه degrees of freedom تاعت ال SSE اللي هي N minus P. N minus P إذا يعني MSE، SSE على N minus P هي MSE، وال SST على N minus 1 اللي هي ال MST، ال MST اللي هي ال MST. تمام؟ إذا لاحظ معاي إنه ال R square adjusted بدل ما أحكي 1 minus SSE على SST، لا بروح بقسم ال SSE على degrees of freedom تاعيتها وال SST على degrees of freedom تاعيتها، هاي بصير اسمها ال MSE، هاي ال SSE على N minus B ال MSE، وبإمكاني أسمي ال SST على N minus 1 MST. إذا الـ R square adjusted هي 1 minus MSE على الـ MST. وما تنسى إنه لاحظ إنه we adjust، لاحظ اللي بنعمله إنه we adjust الـ R square بناء على عدد الـ regressors. تمام؟ فما تنسى إنه P هي عبارة عن K زائد 1 وK عدد الـ regressors، فكل ما زاد عدد الـ regressors بتكبر هاي القيمة، يعني بتصغر هاي القيمة، يعني بتصغر هاي القيمة. تمام؟ كل ما زاد عدد الريجرسرز شو بصير بـ N minus P؟ بتقل. إذا قلت، آسف مرة تانية، كل ما زاد عدد الريجرسرز يعني K زادت P بتزيد، لأنه P هي عبارة عن K زائد واحد. إذا P زادت هاي القيمة كلها بتقل، N minus P بتقل. إذا قلت N minus P شو بصير بالقيمة هاي كلها؟ القيمة هاي كلها بتزيد. إذا زادت القيمة هاي كل هاي القيمة بتزيد، وإذا زادت كل هاي القيمة شو بصير بالقيمة هاي كلها؟ هاي القيمة بتقل. تمام؟ إذا كل ما زادت عدد الريجرسرز بتقل قيمة R square adjusted. مشان هيك احنا حكينا بالمحاضرة الماضية إنه R square adjusted إنه احنا بنحط بنالتي على ال R square جراء عدد بعدد الريجرسرز الموجودين. تمام؟ إذا مرة تانية، كل ما زادت عدد الريجرسرز البي بتزيد، إذا البي هاي زادت هذه N minus P بتقل، إذا N minus P بتقل هذه كلها بتزيد، إذا SE على N minus P قل زادت، إذا كل هذا الكسر بزيد، إذا هذا الكسر زاد إذا كل هاي القيمة بتقل. تمام؟ إذا قلت إذا الـ R square بتقل، إذا كل ما زادت عدد الـ regressors الـ R square بتقل. تمام؟ لاحظ معاي إنه بإمكاني إن أعمل test of hypothesis على كل coefficient اللي هن وينهم؟ اللي هن هدول بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2، وين الـ p-value تاعيتهم؟ هاي الـ p-value تاعيتهم زي ما حكينا المحاضرة الماضية وزي ما حكينا المحاضرة هاي. تمام؟ طبعا التي فاليو اللي هي هاي، يعني هاي شو بتساوي؟ هاي تقسيم هاي. تمام؟ اللي هي كمان بتساوي لي بيتا على سيجما سكوير سي جي جي. طب شو سي جي جي؟ اللي هي الدياجونال اذا بتذكروا تاع هذه الانفرس، هذه اكس ترانسبوز، هذه اكس ترانسبوز اكس الانفرس اللي هي X transpose X الانفرس اللي هي هاي. هلا الدياجونال تاعهم هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم، الدياجونال تاعهم اللي هو سي جي جي اللي هو بدخل بالمعادله هاي سي جي جي اللي هي الاس اي، هاي اللي هي الاس اي سيجما سكوارد سي جي جي. شو هي؟ اللي هي الاس ستاندرد ايرور للبي البيتا جي، اللي هي انو يعني اللي هي هاي ستاندرد ايرور لبيتا جي اللي هي سيجما سكويرد اس جي جي اللي هي
الدياجونال تاع الماتريكس هاي اكس ترانسبوز اكس انفرس اللي هي هذا الدياجونال. تمام. طبعا كنا نعمل كونفرنس انترفال اللي هي على الكوفيشنتس بيتا 0 بيتا 1 وبيتا 2 عند ديجريز اوف فريدم عند كونفرنس ليفل معينه مثلا 95% يعني 1005% يعني الفا اوفر 2.025 عند ديجريز اوف فريدم ان ماينس بي. تمام. كان وجدها في الستاندرد ايرور. في الستاندرد ايرور نفس ما عملنا المحاضره الماضيه الستاندرد ايرور هياتها 1.064 لبيتا 0 بروح بضربها فيه بروح بضربها في تي الفا اوفر 2 بجيبها من ال بجيبها من ال ميني تاب مثلا عند تي الفا اوفر 2 بدي تي وبدي بالحاله هاي الانفرس ديجريز اوف فريدم عندي 25 قراءه P اللي هي K زائد 1 اللي هي عندي 2 regressors زائد 1 صاروا 3 25 ناقص 3 22 degrees of freedom والinput constant لاحظ عند T alpha over 2 إذا بدعمل عن 5% alpha over 2 بصير 0.025 اللي بتطلع معك minus 2.07 يعني تقريبا minus 2.1 شغل زي هيك. تمام. بتأخذ هاي وبتحطها هون وهذه معاك من التابل تضرب بهاي وهذه معاك اللي هي هياتها قيمتها بيتا زيرو ليه قيمتها 2.26 يعني 2.26 زائر وماينس طلعنا قيمة التي ألفا لـ 2.07 في الستاندرد ايرور 1.06 هذه بتطلع معك الكونفرنس انترفال على بيتا 0 نفس الشغلة لبيتا 1 وبيتا 2 زي ما تعلمنا به السمبل لينير ريجريشن. ما تنسى انه سي جي جي اللي هي اكس ترانسبوز اكس انفرس. تمام. الدياجونال تاعهم الدياجونال تاعهم. اوكي تمام. كنا نعمل كمان كونفرنس انترفال على البريدكشن اللي هي واي هات يعني. تمام. نفس الفكرة نفس الفكرة X transpose X inverse معك الماتريكس يعني بتعوض إذا بدك بس أنا ما رح أطلب منكم إنكم تحلوا على إيدكم هاي موجودة هياتها بالresults مباشرة ما في داعي إنه نروح ونبلش بحلها. وين موجودة تحت أعرف هون ما طلعت معاي بس خلينا مثلا بالريزلت سياتها هياتهم الكونفرنس انترفال على البريدكشن والبريدكشن انترفال على البريدكشن على واي هات يعني. تمام. طبعا ممكن نعمل بريدكشن انترفال اللي شفناها بنفس الاسلوب والموديل ادكويسي كل ما هناك بروح برسم الريزيدجوالز بعملهم نورماليتي بلوت واذا طلعت زي ما عملنا هون يعني نورماليتي بلوت للريزيدجوالز وبطلع البي فاليو اذا بدي اسيف الريزيدجوال زي ما شفنا كيف اسيفهم اياتهم ريجريشن على الستورج بقول له مثلا خزن لي الريزيدجوالز. تمام. بس خليني اشوف هون الريزلتس regression equation r square طبعا خلي كل شيء بس ما بدي شر الفت. اوكي تمام. اذا لاحظ معاي انه بسيف لي الريزيدجوال سيف لي اياهم. تمام. هلا كل اللي بعمله انه باخذ بروح برسم نورماليتي بلوت للعمود هذا زي ما عملنا المحاضره الماضي. تمام. الريست اوف ذا تشابتر از نوت ريكوايرد. هذا كل اللي راح اطلبه منك بالمالتي لينير ريجريشن. طبعا حلينا مثال عليه ما في داعي انه نحل اكثر من هيك. جرب انت حل المثال هذا براحتك. تمام. جرب حل المثال هذا انت براحتك واللي عنده اسئله بامكانه انه
يسألني ما فيش إشي، نفس الفكرة، بدك تدخل الداتا وتطلع ريجريشن وتعملهم ريجريشن يطلع عندك ال تابل هذا، وفسرنا التابل هذا أكثر من مرة. الله يعطيكم العافية شباب، هيك احنا بنكون خلصنا تشابتر 12. الآن الأحد القادم رح يكون عندكم كويز، هلا أعطيتكم هومورك تمام، هذا تسليم الأحد القادم، والأحد القادم كمان عندكم كويز، هذا الكويز بالتشابتر 11 والتشابتر 12، تشابتر 11 والتشابتر 12. الكويز عبارة عن إني أجيب لك ريزلتس وأسألك عليها تمام، يعني حتى نكون إحنا بالصورة تمام. مثلا ممكن أشيل لك الرقم هذا وأقول لك اطلع لي إياه، طبعا أنت بتعرف إنه هذا تقسيم هاي بعطيك التي، طب معك التي، إذا التي ضرب هاي بعطيك هاي، إذا ممكن أشيل لك رقم من هون وخليك تعطيني إياه. ممكن أسألك شو معنات R square، ممكن إنه شغلات زي هيك، يعني شغلات بسيطة زي هيك، ممكن أقول لك اطلع لي الكونفيدنس انترفل، بس مش لل لا موجود نهايات الاس اي، فممكن اني اشيل لك رقم من هون واخليك انك تطلع. ممكن اقول لك شو معنات ار سكوير، ممكن اقول لك شو التست اوف هايبوثيسز اللي بنعمله بالبي فاليو هاي، وهكذا يعني الحكي اللي انا شرحته تمام. راح يكون عندكم كويز ان شاء الله من 5 علامات يوم الاحد القادم على الساعه 4 ان شاء الله، بعطيكم كل المعلومات هاي في الايميل. الله يعطيكم العافيه، واللي عنده أسئلة يا شباب أرجو أنه يسأل. السلام عليكم.